سؤال: هل هناك عمل دعاء أو ذكر يعمله أحدنا عندما يجلس الإمام بين الخطبتين يوم الجمعة؟ نقول أولا ليس هناك سنة لازمة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لا للمأموم ولا للإمام، إنما ذكر بعض أهل العلم استحباب الدعاء بين الخطبتين عموما تحريا لساعة الإجابة ليوم الجمعة. ومن أقوى الأقوال في تعيينها أنها من أول خروج الإمام للخطبة إلى انتهاء الصلاة، ففي صحيح مسلم أنها ما بين خروج الإمام يعني دخوله إلى المسجد إلى أن تقضى الصلاة. يبقى من أراد أن يشغل نفسه في تلك السكتة اللطيفة بدعاء بذكر بقراءة القرآن له ذلك، على ألا يشوش به على الحاضرين. سئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا يعني فقال: ليس هناك ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص، لكن يدعو الإنسان بما أحب، لأن هذا الوقت وقت إجابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفي صحيح مسلم أنها ما بين خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. يبقى ده وقت إجابة، ينبغي استغلال الفرصة بالدعاء بين الخطبتين بما يشاء من خير الدنيا والآخرة. وكما يقال هذا بالنسبة للمأمور، يقال أيضا بالنسبة للإمام: يدعو بين الخطبتين دعاء سريا بما يريده من خير الدنيا والآخرة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. ولأهل العلم كلام في هذا كثير.